المشهد في لبنان محزن وقاتم، ولكن علينا أن لا نيأس، والمسؤولية تقع على الجميع من قوى سياسية داخل الحكومة أو خارجها. هذا الموقف لوزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي أبدى تفاؤله بالنهوض مجددا من خلال وضع خطة نهضوية في جميع الوزارات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة مالية ورقابة اقتصادية. المسؤولية هي مسؤولية الجميع، لا يمكن تحميل الحكومة فقط أنها هي المسؤولة عن تردي الأوضاع. اليوم علينا أن ننهض جميعا، حكومة وقوى وطنية موجودة في الحكومة وخارج الحكومة. هذا الأمر متوفر غير متوفر، اليوم يجب أن نضع اليد على جرح. معيب جدا أن يكون سعر صرف العملة الوطنية منهار إلى هذه الدرجة، معيب جدا أن يكون الأسعار في الأسواق باتت شبه مستحيل على المواطن أن يؤمن قوت يومه. هذا الأمر حقيقة نحن نوصف هذه الحالة وعلينا أن إيجاد الحلول. اليوم معضلة أساسية يجب أن تحل، هناك سلة من المشاكل يجب أن تحل بطريقة سلسة حتى تعود الحكومة إلى الاجتماع. لا يجب أن تجتمع طبعا، الإسراع بالاجتماع لا بل ضروري، لا بل من المحرمات أن لا تجتمع الحكومة اليوم. الحكومة حتى لو اجتمعت اليوم لن تنتهي الأزمة بسحر ساحر، ولكن أقله موضوع الثقة، موضوع ضخ بعض الأمل في الشارع اللبناني أولا، وثانيا أيضا المجتمع الدولي ينتظر هذا الدعم الذي يوجه باتجاه لبنان، يحتاج مواكبة. يجب أن يكون هناك رقابة مالية، رقابة اقتصادية بالتوازي، يجب أن يكون هناك غطاء ومظلة سياسية. في غياب المظلة السياسية حتما ستتفلت الأمور، الأسعار، الدولار، كل شيء. وحول الاجتماع الثلاثي لرؤساء في عيد الاستقلال، وصف الوزير الحاج حسن اللقاء بالإيجابي، لافتا إلى أن هناك سعي لفكفكة العقد التي تحتاج بعض التروي. الخطوات التي تفكفك العقد الموجودة اليوم في المشهد تحتاج بعض التأني، بعض التروي. هناك عمل دؤوب ضمن القوى التي تعمل دائما على حلحلة هذه المعضلات الوطنية، وبالتالي دائما هناك حلول، ولكن أعتقد اليوم أن غياب فخامة الرئيس ربما إلى قطر وأيضا دولة الرئيس ميقاتي ربما يؤخر هذا الأمر لبعض الساعات أو الأيام. نأمل أن تكون الأيام القادمة تنضج هذا الأمر وبالتالي نصل إلى حلول، وكما أتمنى أن تكون الحكومة بجلستها يوم غد. الوزير الحاج حسن أمل أن تجتمع الحكومة قريبا لكي ينعكس هذا الأمر إيجابا على الشارع وعلى أوضاع اللبنانيين.